تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشريط الرابع عشر. قرأنا جانبا من المعاملات وهي عقود المبايعات وما يتصل بها، منها ما هو عقد لازم ومنها ما هو عقد جائز. فعقد البيع لازم إلا إذا كان فيه خيار، وبعد تمام شروطه وانتفاء أسباب الخيار يصبح عقدا لازما. وسواء كان بيع منقول أو بيع عقار، كذلك عقد الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. الراهن لا يقدر على استرجاعه، والمرتهن يجوز أن يسقط رهنه أو حقه من الرهن. كذلك عقد الحجر، أن يحجر الإمام أو يحجر الشرع على إنسان عقد لازم. أما عقد الوكالة فإنه عقد جائز، وكذلك عقد الشركة بأنواعها عقد جائز، وعقد المساقات وعقد المزارعة عقد جائز. يجوز لكل منهما فسخه، وذلك لأنه شبيه بالمصالحة، إلا أن عقد المزارعة والمساقات فيه خلاف، حيث هناك من يلزم الوفاء به، وذلك لأنه قد يترتب على فسخه ضرر على أحد المتعاقدين، كما إذا زارعه على هذه الأرض وبعدما زرعها واخرج الزارع طرده المالك وقال لا حق لك، فإنه الحال هذه يتضرر حيث أشفق على هذه الثمرة. ولكنهم يقولون له أجرة مثله، والزرع للمالك، وكذلك إذا طرده في الثمر له أجرة مثله والثمر للمالك، لأنه عين ماله. وأما الصلح فإنه إذا تم يصبح عقدا لازما. إذا تم الصلح بين اثنين فإنه يصبح عقدا لازما، لا يستطيع أحدهما أن يفسخه. فاللازم هو الذي يتم إذا تم لا يتمكنون من فسخه كالنكاح، وأما الجائز فهو الذي يتمكن كل منهما من فسخه كالوكالة. والآن واصل القراءة. وقال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة،
لحديث ابن عمر: من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتاً بأن أدار حولها أحجاراً أو حفر بئراً لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضاً فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث: ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع، وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث: إنما الأعمال بالنيات. باب الوقف، يكفي.
هذه الأبواب كلها تتعلق بالمعاملات التي هي من ما تملك به الأموال، سواء من العقار أو من المنقول. فقوله باب إحياء الموات عرفها بأنها الأرض الداثرة التي لا يعلم لها مالك، ويعرفها في زاد المستقنع بأنها الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم الأرض، وتسمى الأرض البور التي لا ملك فيها لأحد. إذا أتيت إلى أرض داثرة ليس فيها علامة ملك لأحد، وليس فيها آثار ملك، وليست لأحد قبلك قد سبق أنه ملكها، فتملكها بالإحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فسرها بأنها ميتة، أي ليس فيها علامة ملك، أرض ميتة، أرض موات، من أحياها ملكها. بأي شيء يكون الإحياء؟ إذا أحاط عليها حائطا يمنع من الدواب، يعني قدره مثلا متر ونصف أو نحوه، أو يستر من وراءه، يستر الواقف إذا وقف من داخله، فإن هذا يعتبر تملكا، هذا الحائط الذي أحاطها عليها. ولو كانت مثلا ميلا في ميل يملكها، أو حفر بئرا، حفر فيها بئرا، لكن البئر لا يملك إلا حريمها، يعني حماها. فالجديدة حريمها 25 ذراعا من كل جانب. فإن كانت بئرا قديمة أثرية ولكن لا يعرف لها مالك، فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، هذا إذا كانت بئرا لأجل الشرب أو لأجل السقي أو لأجل ملك البقعة. أما إذا كانت لأجل الزرع أن يزرع عليها، فذكروا أن حريمها 300 ذراع من كل جانب. والذراع الأصل أنه ذراع اليد، ولكنهم ذكروا أنه أطول ما يمكن، وقدروه 54 سنتي الذراع، يعني أكثر من نصف المتر بقليل. فهذا نوع إحياء، إحياؤها بحفر البئر. الثالث إحياؤها بالسقي، وليس السقي أن يسقيها بماء المطر، فالذي مثلا يزرع أرضا يبذرها وينزل المطر عليها وينبت زرعه، هذا لا يملكها، لأن هذا المطر من الله ليس بجهده. وكونه مثلا بذر وحرث لا يملكها، لو جاء غيره في السنة الآتية وبذر فيها فهو أحق ببذره. كذلك لو جاء مثلا بوايت وصبه فيها ما يملكها. إذن متى يملكها؟ إذا أجراه في جدول، إذا أجرى الماء على الأرض في السواقي ثم أسقى هذه الأرض ولو كانت كيلو في كيلو،
ملكها، وذلك لأنه تعب في إيصال الماء إليها. وكذلك الرابع لو وجدها مثلا فيها مستنقعات من امتداد البحار أو الأنهار التي تجري ولا أحد ينتفع بها وفيها هذه المستنقعات، فعمل على حبس هذا الماء عنها، حجزه بينها، حجز بينها وبين البحر أو بينها وبين النهر حتى حسر الماء عنها، فيملكها بذلك لأنه تعب في حبس الماء عنها. وكذلك لو وجدها أرضا جبلية لا ينتفع بها فأزال الحجارة التي فيها وسواها وتعب في تسويتها، وإن كان قديما لا يستطيعون لكن حديثا بعد الآلات الحافرة هذه يزيلون كثيرا من الجبال الصخرية التي ليس صخرها شديدا، ثم بعد إصلاحها يبني فيها مثلا أو يحرث فيها أو نحو ذلك يملكها. فهذه أربعة: بناء الحائط وحفر البئر وإيصال الماء إليها وحبس الماء عنها أو المستنقع أو الإصلاح أو ما أشبه ذلك. يملكها بجميع ما فيها إلا المعادن، المعادن الظاهرة لا يملكها. فإذا فيها كان فيها مثلا ملح، معدن ملح ينتفع الناس به ويأخذون منه فلا يملكها. وكذلك لو كان فيها معدن جص، القصة التي تبيض بها الحيطان، فلا يملكها. كذلك لو كان فيها معادن نفط أو نحوه فلا يملكه، لأن هذه معادن عامة يأخذ منها كل بحاجته. وهكذا جميع المعادن التي توجد في داخل الأرض، معدن نحاس أو صفر أو حديد أو ما أشبه ذلك، هذه المعادن لا تملك بالإحياء، بل إذا كانت ظاهرة صاحبة بل هي عامة للمسلمين. أما لو ظهر في أرضه معدن، أرض له قد حوطها وأحاطها واحتاط عليها وملكها وحفر فيها فوجد فيها معدناً حتى ولو نفيسا، ولو معدن ذهب أو فضة أو جوهر أو نحو ذلك، فإنه لا يملكه، فإنه يملكه لأنه في أرضه الخاصة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، عام في أنواع الإحياء الذي ذكرنا بالحفر أو بالحيطان أو ما أشبهه فهو أحق بها. هذا هو الإحياء. هناك نوع ثاني يسمى التحجر. التحجر هو أن يبني جدارا قدر ذراع يحيطها بهذا الجدار، فيسمى هذا تحجرا ولا يسمى ملكا. وكذلك لو حفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء، لكنه حفر حتى حفر مثلا 3 أمتار أو 4 ثم توقف، يسمى متحجر، تحجرها فهو أحق بها، وكذلك ورثته. وكذلك لو أدار حولها أحجارا، هذا يسمى أيضا تحجر.
لا يملكها حتى يعني بحيث يتصرف فيها ويبيعها، لكن له الأحقية ولوارثه بعده الأحقية والأقدمية، فإن تركها جاز لغيرها أن يحييها، ولو قال أبيعها لم يملك بيعها لأنه ما تملكها. الرأي الثالث الإقطاع. الإقطاع يكون من الحاكم من الخليفة، وصفته إذا كانت الأراضي بورا وخشي الحاكم أن يحصل فيها منافسة أو يحصل فيها شيء من المسابقات التي يحصل بها ضرر، فإنه يمنع إحياءها إلا بإذنه، بإذن الإمام. فعندئذ من أراد منها شيئا فإنه يقدم الطلب على الإمام فيمنحه، فتسمى منحته إقطاعا. يقال أقطع الإمام فلانا أرضا زراعية، أقطعه أرضا سكنية، بمعنى منحه وخول له، فهذا الإقطاع لا يملك بها حتى يحيي، ولكن المقطع أحق. ولهذا يشترطون عليه أنك تحييها مثلا في سنتين أو ثلاث سنوات، فإن لم تفعل وطلبها مستحق منحت للثاني. هذه صفة المنيحة أو المنحة أو الإقطاع، إذا أقطعه الإمام فهو أحق بهذه الأرض ويحددها له ويعطيه بقدر حاجته، فإن كان قويا وعنده إمكانيات أقطعه ولو 10 كيلو، وإن كان متوسطا أقطعه مثلا 1 كيلو أو قريبا منه، وإن كان أقل من ذلك أقطعه 100 متر أو 200 أو نحو ذلك. فالحاصل أن المقطع أحق بها ولكن لا يملكها حتى يحييها. انتهينا من هذا الباب، باب الجعالة والإجارة. جعلهما في باب وإن كان بينهما اختلاف. قوله وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة. عرفوا الإجارة بأنها عقد على منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على عين أو عمل، فإذا كان العقد على العين أو على العمل فلا يستحق الإجارة الأجرة حتى يحصل عليه. العقد هنا على المنفعة، مثل سكن الدار منفعة ينتفع بها الساكن بعوض معلوم. أجرتك الدار سنة ب10,000، هذا عقد على منفعة بعوض معلوم. فإذا العقد هنا على المنفعة لا على العين. إذا كان العقد على العين على الدار فهو بيع، وإذا كان على السكنة فهو إجارة، عقد على منفعة. ثم لا بد أن تكون تلك المنفعة مباحة،
فإذا كانت محرمة فلا تصح، فإذا أجره الدار ليعمل فيها خمرا فهي منفعة محرمة، أو ليجعلها مأوى لقطاع الطريق ونحوهم فهي محرمة. كذلك لا بد أيضا أن يكون العمل مباحا، فالعقد مثلا بين المرأة والرجل على منفعة الزنا عقد على منفعة محرمة، العقد مثلا على ضرب الطبول ونحوها منفعة محرمة، العقد على المزامير وما أشبهها منفعة محرمة، فالعقد لا بد أن يكون على منفعة مباحة، وأن تكون المنفعة معينة معلومة معلومة يعني مقدرة محددة، وأن تكون من عين معينة كما سكن هذه الدار وركوب هذا البعير أو هذه السيارة مثلا، والانتفاع بهذه الخيمة، الطبخ في هذا القدر، القطع بهذه الفأس أو بهذا المنجل أو ما أشبه ذلك، يعتبر هذا كله إجارة. كل عين فيها منفعة يصح تأجيرها، إذا لم يجد من يتبرع استأجر، لو لم يجد من يتبرع له بثوب جديد يلبسه في الحفلات وفي الأعياد جاز أن يستأجر ثوبا جديدا مثلا، يستأجرون الآن في الحفلات مثلا الفرش كالزلي، يستأجرون الخيام مثلا، يستأجرون شبكات الأنوار مثلا، يستأجرون القدور للطبخ فيها والأواني للشرب فيها أو للأكل فيها بأجرة، لأن هذه أجرة معينة مدتها معلومة فتصح تلك الأجرة، لأنه يقول لست بحاجة إلى شرائها دائما، قد لا أحتاج إليها إلا يوما في السنة أو يوما في السنتين، أستأجرها وأردها إلى مالكها ولا حاجة لي في شرائها، وقد لا يجد ثمن الشراء فيحتاج إلى أن يستأجرها، كالذين مثلا يؤجرون السيارات تكون الأجرة معلومة يوميا كذا وكذا أو الكيلو كذا وكذا، يعني المنفعة معلومة والأجرة معلومة العوض، هذه هي الإجارة. فإن كان العمل مجهولا فإنه يسمى جعالة، إذا قال مثلا من رد علي لقطة، لقطة لك ضائعة، مثلا خواتيم ذهب أو أسورة من ذهب ظلت منك، الذي يجدها تعطيه كذا وكذا، هذه تعتبر من الجعالة. كذلك إذا كان العمل غير محدد، كان تقول مثلا من بنى لي مترا في هذا الحائط فله كذا وكذا، له 100 أو 50، ومن حفر من هذه البئر مترا فله 100 أو كذا، هذه أيضا تعتبر من الجعالة، حيث أن العقد مع غير معين. يعني الفرق بين الجعالة والإجارة، الإجارة تكون مع معين، أجرتك يا فلان سيارتي أو بيتي، وأما الجعالة من رد لي غائب لقطتي، من رد لي ضالتي
فله 100. ظلت منك ناقة مثلا أو ظلت منك دراهم لقطة، من ردها فله 100. نسمي هذه جعالة. من بنى من هذا الجدار مترا فله 100، نسمي هذه جعالة. من حفر من هذه البئر مترا فله 150، يعتبر هذه أيضا جعالة لأنها غير معين. فإذا اجتمع جماعة وحفروا بئرا من هذه البئر اقتسموا 100، أو اجتمعوا فحفروا فبنوا مترا اقتسموا 100 مثلا، فإن انفرد واحد فهو أحق بها. فإن فعلها إنسان قبل أن يبلغه الخبر فهو متبرع. مر إنسان على جدار ساقط فقال سأحسن في صاحبه وأبنيه تبرعا، وبعدما كمل بناءه جاء الخبر أن صاحبه جعل لمن بناه 1000، ما يستحقها لأنه متبرع، لكن إن أعطاه صاحبه تبرعا فله ذلك. الحاصل أن الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مجهولا أو معلوما كمتر حفر أو نحو ذلك. المجهول مثل رد اللقطة أو رد الضالة، والمعلوم مثل حفر البئر أو بناء الحائط. أما الجعالة أما الإجارة فلا بد أن يكون العمل معلوما كالطبخ في القدر مثلا والقطع بالفأس وسكن الدار ولبس الثوب واستعمال الخيمة مثلا، هذا عمل معلوم. وإن اتفق على أن يكون الكسب بينهما، إذا قال مثلا أعطني منجل أقطع به حشيشا أو فأسا أقطع بها حطبا والكسب بيني وبينك، جاز ذلك. أو أعطني سيفا أقاتل به والغنيمة بيني وبينك، جاز ذلك، لأن هذا ولو كان مجهولا لكن مآله إلى العلم. عرفنا أنها إما على عمل وإما على منفعة. فسكن الدار تسمى منفعة، وبناء الجدار يسمى عملا، وكذلك ركوب البعير وحلب الشاة مثلا والحمل على السيارة، هذه تسمى منفعة. المنفعة تارة تكون في عين وتارة تكون في الذمة. فالمنفعة في الذمة هي ما يتقبله الإنسان من الأعمال في الذمة، كأن يقول مثلا استأجرتك أن تخيط لي هذا الثوب، الخياطة عمل في الذمة. أو تغسله مثلا، أو تخرز لي هذه القربة، أو تدبغ لي هذا الجلد، هذه كلها منفعة يتقبلها ذلك المستأجر في الذمة. في الذمة المنفعة قد تكون في الذمة وقد تكون في عين. فالمنفعة في العين سكن الدار وسكن الخيمة والطبخ في القدر والحمل على الدابة أو الحمل على السيارة. والمنفعة التي في الذمة كالأعمال التي يتقبلها بنفسه ويلتزم بها كخياطة ثوب أو قصارته أو غسله أو كيه أو دباغة جلد مثلا، أو خرازته قربة أو خرازته نعالا مثلا. ومثله أيضا عمل الطباخين يعتبر عملا في الذمة، لأنه يذبح الشاة مثلا ويقطعها ويطبخها وله أجرة معينة،
هذا عمل في الذمة، لا بد أن يفي بالعمل الموصوف الذي يوصف له، عمل أيضا في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه ما جعل فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض، استحق الجعل. هذا الجعل الذي جعل له يملكه، يستحقه. متى يستحقه؟ إذا انتهى من العمل. فإن لم ينتهي من العمل فلا يستحقه. فلو قدر مثلا أنك أسكنته في هذه الدار لمدة سنة، وبعدما مضى شهر أخرجته منها، ما تستحق أجرة، لأنك ما مكنته من العمل الذي التزم به، الذي ألزمته به. ولو مثلا أجرته على أن يخيط هذا الثوب فخاط نصفه ثم تركه، هل يستحق أجرة؟ ما يستحق، لا يستحقها إلا بعد الانتهاء من العمل. وهكذا لو استأجرته أن يحفر هذه البئر إلى الماء ثم إنه حفر نصفها وتركها، لا يستحق شيئا، وذلك لأن الأجرة على الانتهاء من العمل. وهكذا فالعوض لا يستحقه إلا بعد الانتهاء من العمل كله، فإن لم يفعل فلا. أما إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. تعذر مثلا استأجر سيارة ثم إن السيارة خربت في أثناء الطريق، وقد استأجرها بمئة، في أثناء الطريق خربت، استأجر سيارة أخرى توصله بخمسين، فالسيارة الأولى يستحق صاحبها نصف الأجرة لأنه قطع عليه نصف المدة. وكذلك لو استأجر أرضا ليزرعها ثم بعدما انتصفت السنة جف الماء، انقطع ماؤها، انفسخت الإجارة في الباقي، وأجرها نصف سنة ومضى ثلاثة أشهر وهو يسقي من هذا منها، فانقطع الماء، انفسخت الباقي، سواء عمله في الأرض أو عمله في أرض أخرى. كان يستخرج الماء من هذه البئر ويجتذبه إلى أرض أخرى يسقي بها شجرا، فانقطع الماء، يستحق نصف الأجرة لأنه تعذر لا من قبل المالك، أمر من الله تعالى، فيتقسط العوض. أورد لنا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. في رواية: ومن كنت خصمه خصمته. وهذا صحيح، لا أحد يقدر أن يخاصم الله تعالى. رجل أعطى بي ثم غدر، الغدر هو الخلف، يعني أعطى بي يعني تعهد وتعهد، وقال الإنسان: لك عهد الله، لك ميثاقه، أنني أوفيك في كذا، أو لا أخذ منك إلا قدر كذا وكذا، ثم إنه غدر. الغدر من صفات المنافقين، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ذكر منها قوله: وإذا عاهد غدر. فهذا معنى قوله: أعطى بي ثم غدر. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغدر كذب، وذلك لأنه يتوثق منك وتتوثق منه ثم لا يفي بذلك.
رجل باع حرا فأكل ثمنه، أكل حراما، لأن بيع الحر حرام. يعني أتى إنسان ظلمه وقال هذا مملوكي هذا عبدي، وباعه والناس ينظرون علنا وأكل ثمنه، فإن هذا حرام. الثالث رجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، وهذا أيضا حرام، استأجره ولم يعطيه أجره. يقع هذا كثيرا والعياذ بالله في هذه الأزمنة بالنسبة للعمالة، يستقدمونهم كعمال ويفرضون لهم هناك مثلا أن أجرتك 1000، فإذا جاء هنا لم يعطه إلا 600 مثلا أو نحوها، أليس هذا خيانة؟ وهذا كذب، استأجر أجيرا واستوفى عمله. العمالة يعملون في شركات مثلا أو في مؤسسات أو في تموينات أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يعطونهم الذي اتفقوا عليه. حتى ذكر لي قبل يومين أحد العمال أنه جاء على كفالة شركة وقد فرضوا له راتبا 400، وفرضوا له أيضا سكنى ونفقة أن ينفقوا عليه وأن يسكنوه، ثم إنهم جعلوه خادما في مسجد ولم يعطوه إلا غرفة صغيرة ولكنها تكنه، أما الأجرة فبخسوه لم يعطوه إلا 250، أليس هذا ظلم؟ وقالوا أكلك فيها، وماذا تفعل؟ 250 أكله فيها وقد فرضوا له 4 ليس فيها الأكل. لا شك أن هؤلاء ممن الله تعالى خصمهم. يقول الجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، تجوز على أعمال القرب، يعني مثل الحج، إذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا، جعلت لمن يذبح أضحيتك أو فديتك كذا وكذا، من يذبحها ومن يوزعها مع أنها من القرب، أو لمن يبني هذا المسجد، بناء المسجد من القرب يبنيه بأجرة كذا وكذا، وكذلك الأعمال، أعمال القرب لا تصح فيها الأجرة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فجعلوا الأذان من القربات، فلا يصح أن يقول أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكم بكذا وكذا، يفرض على أهل الحي وعلى المصلين أجرة على أنه يصلي بهم أو يؤذن لهم. استثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، لا يصح أجرة، ولكن يصح جعالة. إذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فإننا نتبرع له بكذا وكذا، دون أن يكون هناك أجرة، فإنه يأخذها. من استقام في إمامة المسجد أو في خدمة المسجد مثلا، أو في حراسة المسجد أو في حراسة المدرسة الخيرية أو ما أشبه ذلك، فله كذا وكذا، تسمى هذه جعالة. الجعالة تصح على أعمال القرب لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، يعني قد يكون مجهولا، كأن يكون مثلا الحراسة تارة نصف الليل أو تارة الليل كله أو ما أشبه ذلك،
ثم هي عقد جائز، الجعالة عقد جائز، لأنه يصح أن يبطله فيقول أبطلت بناء هذا الحائط وحفر هذه البئر وسقي هذا الشجر، ولأنها مع غير معين والإجارة مع معين. يقول وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، هنا إلا الصواب لا بأكثر منه ضررا، لا بأكثر ضررا منه. صورة ذلك إذا استأجرت سيارة تحمل عليها قدر مثلا 300 أو 400 كيلو، سيارة صغيرة تحمل عليها عائلتك ونحوهم، استأجرتها شهرا وانتهيت منها في 10 أيام، لك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك 300 كيلو أو أقل، لا على من هو أكثر منك 400 كيلو أو 350 أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز. كذلك مثل إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها في نصف السنة، نصف السنة الباقي لك، تقدر أن تؤجره ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره مثلا على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر مثلا، لأن البقر مثلا أو الخيل أو نحوه قد تحفر الأرض أو ما أشبه ذلك أو يتسخ المكان. فالحاصل أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله لا على من هو أكثر منه ضررا. ويقال هكذا في بقية الأشياء التي تؤجر، يعني الخيام والقدور والأواني وما أشبهها. يقول ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط، سقطت الواو من ولا، بغير بدون تعد ولا تفريط. إذا مثلا أنه استأجر السيارة ثم خربت بدون أن يحمل عليها كثيرا أو بدون أن يهملها فإنه لا ضمان عليه، أما إذا حملها ما لا تطيق فهذا ماذا نسميه؟ تعدي. أو مثلا أهملها في مكان بعيد فجاء اللصوص وأخذوا منها أدوات وخربوا مثلا عجلاتها وما أشبهها، فإنه الحال هذا يعتبر مفرطا فيضمن. أو مثلا لما انتهى من الدار تركها مفتوحة فجاء العابثون وعبثوا بيها فكسروا بلاطها وكسروا غسالاتها مثلا وكسروا أنوارها وما أشبه ذلك، أو اختطفوا منها أشياء من أنوار كهربائية أو أدوات أو ما أشبه ذلك، أليس هذا تفريط؟ يضمن. أما إذا تلفت بالاستعمال، يعني تمزقت الفرش بالاستعمال، معلوم أنه يجلس عليها ويجلس عليها زوارة الفرش مثلا أو الكنبة أو ما أشبهها، فالاستعمال مباح له. ختم هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حث على المستأجر أن يدفع الأجار، وكذلك على صاحب العمل أن يعطي العامل أجرته، العامل الذي يعمل عندك في حراسة مثلا أو في مساعدة في متجر أو في ورشة مثلا، هذا العامل إذا انتهى عمله فإنك تعطيه أجره، فإن كان بالشهر
فتعطيه أجره في آخر يوم من الشهر، وإن كان باليوم فتعطيه أجره إذا طلبه يوميا، وإن لم يطلبه قال دعه عندك فلك أن تتركه. الباب الذي بعده باب اللقطة، وهي مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. الفرق بين الظل والمختص، بين المال والمختص: المال هو الذي يجوز بيعه، والمختص الذي لا يجوز بيعه لكنه صاحبه أو لابه، ككلب الصيد ما يجوز بيعه لكن صاحبه أحق به، وكذلك جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر صاحبه أحق به يسمى مختصا. وأما المال فهو الذي يملك. كذلك أيضا من المختص الأوقاف، الكتب المسبلة، ولكن اختصاصها لفلان إذا وجدتها فإنك تردها عليه. ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب: الأول ما تقل قيمته فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا يعني قطعة خبزة تملكها بلا تعريف، أو وجدت حبلا صغيرا أو خيطا، أو وجدت عصا عادية ساقطة في الأرض. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال لولا أن تكون من الزكاة أكلتها. فمثل هذا يتسامح فيه، لأنه إذا فقده صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، إذا سقطت منه تمرة لا يرجع إليها ويقول ما وجد التمرة، تذهب عليه ولا يهمه. وهكذا الرغيف يعني كسرة خبزة أو نحوها. الثاني الضوال، وهي التي تمتنع من صغار السباع، الإبل والبقر عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها كما يأتينا في الحديث. أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع، فإذا وجدتها ببرية فخذها واحتفظ بها لصاحبها. يقول الثالث ما سوى ذلك، ما عدا ذلك من بقية الأموال فيجوز التقاطه. وهل الأفضل التقاطه أو تركه؟ إذا وجدت دراهم مثلا ساقطة في الطريق هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟ إن كنت تؤمل أن صاحبها سيرجع فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها فخذها، وإن استوى الأمران فلك الخيار. فإذا كان المكان فيه كثرة غوغاء وكثرة أناس وأن من وجدها يغلب على أنه سيخفيها كثرة من لا يرى، من لا يرى يحل ولا يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها. التعريف سنة، إذا كان لها قيمة، كان وجدت مثلا 100 ريال أو 1000، أو وجدت مثلا قطع ذهب أسورة مثلا، أو وجدت متاعا له قيمة كقماش له قيمة قيمته لا تقل عن 100 أو 50 أو نحو ذلك، تتبعه همة الأوساط من الناس. الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: الفقراء والضعفاء، هؤلاء قد يهمهم فقد الريال الخمسة ويطلبونها، وأوساط الناس يهتموا مثلا من 50 ولا يهتم من 10، وأكابر الناس لا يهمه لو سقط منه 1000 أو 2000 لا تضره ولا يهمه.
فنجعل الوسط هم العبرة، إذا كان تتبعه همة أوساط الناس فإنه يعرف سنة، وبعد السنة يملكها. ونستمع إلى بقية الباب بعد الأذان. في الباب هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. كأن اللقطة هنا هي النقود، وقد يدخل فيها الحلي وما أشبهه، وذلك لأن النقود هي التي تحتاج إلى عفاص، العفاص هو الخرقة التي تكون فيها، عادة أنها تكون في وعاء، في خرقة مثلا أو في جراب أو في الآن ما يسمى بالأبواك، فهذا يسمى عفاصها أي وعاءها الذي هي فيه. الوكاء الخيط الذي تربط به، فيقول: اعرف ذلك، اكتب أوصافها أنها مثلا في خرقة قماش أو في قطعة جلد أو في جراب من أدم أو في مثلا ما يسمى بالباغة، اكتبها واكتب وكاءها، الخيط أنه خيط شعر مثلا أو مطاط أو ما أشبه، اكتبه واكتب عددها أنها مثلا 1,000 أو 100، واكتب أيضا فئتها أنها من فئة 100 أو من فئة 50 أو من فئة 10. فإذا كتبت ذلك فعرفها. التعريف في الأسواق وعند أبواب المساجد، ما يجوز التعريف في المساجد، عند أبواب المساجد وفي المجتمعات وفي الحفلات، من له لقطة، من له مال، من له ضالة، ولا تذكر أوصافها حتى لا يطمع فيها من ليس بصاحب لها. فإذا جاء صاحبها فلا بد أن تذكر أوصافها، أن يذكرها لك، فيقول: عفاصها لونه كذا وعددها كذا وكذا. فإذا تطابق وصفه مع ما عندك فإنك تعرف أنه صاحبها، فحينئذ تسلمها له. فإذا لم تجده فإنها تدخل في ملكك بعد السنة، لقوله: فشأنك بها. ولكن اكتب أوصافها، لو جاء بعد 5 سنين أو 10 فإنه صاحبها وهو أحق بها وأملك بها. كثيرا ما يسأل بعضهم أنه وجدها وكتمها ولم يعرفها إلا بعد 2 أو 3 أشهر. صاحبها إذا لم يسمع الخبر عنها في الأسبوع الأول أو في الأسبوعين ظن أن الذي أخذها سيجحدها فيقطع الرجاء ولا يطلبها. فالأولى أن يعرف بها في اليوم في الأسبوع الأول كل يوم 2 أو 3 مرات، وفي الشهر الأول يعرف بها كل يوم، وفي الشهر الثاني كل 2، وفي بقية الأشهر يعرف كل أسبوع 2 حتى تنتهي السنة. يمكن في آخر السنة يقتصر على التعريف في الجمع وفي المجتمعات وما أشبه ذلك. وأجرة المعرف منها، يدفع أجرته منها، فإن عرفها هو
ثم جاء صاحبها فيعطيه منها أجرته. سأله عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لا تتركها سيما إذا كانت في أرض مسبعة. ومن رأى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد فلا تتركها، عليك أن تأخذها وتحفظها لصاحبها. لكن في هذه الأزمنة الأخص في هذه البلاد كأن السباع قلت، لأن بواسطة هذه الأسلحة وبواسطة السيارات أخذوا يلاحقونها وقتلوها وخفت. فيمكن أن تبقى الغنم يومين ثلاثة أيام لم يأتها سبع، لكن معلوم أيضا أنها عرضة للموت بالظمأ. إذا بقيت في شدة الصيف يومين ثلاثة أيام قد تموت من الظمأ، فأخذها أولى. أما ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها يعني بطنها، إذا شربت ملأت بطنها فتمكث أسبوعا أو خمسة أيام ما تحتاج إلى الماء. حذاؤها خفافها، خفها تقطع البراري وتمتنع من السباع، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. انتهى من اللقطة. ذكر أيضا اللقيط. اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، يعني إذا وجدت طفل ولو مثلا ابن يوم أو ابن ساعة منبوذ في زاوية وهو حي فأخذه فرض كفاية، وذلك لأنه نفس محترمة. فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجر، حيث أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيحرص على أخذه. وكذلك لو كان كبير، لو كان ابن شهرين أو ابن خمسة أشهر أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات فإنه يؤخذ. التقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإن تعذر بيت المال يعني نفقته من بيت المال، فإذا تعذر نفقته من بيت المال فالنفقة على من علم حاله من المسلمين. فإذا أخذته وأنت عاجز فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يترعرع. فإذا جاءك إنسان وقال هذا ولدي وأقام بينه أو قامت قرائن فإنك تسلمه له. كل باب المسابقة والمغالبة. قد أدخلوا هذا الباب مع أنه قد تقول ما مناسبته، هذا الباب يدخل فيه المسابقة على الخيل والمسابقة على الرمي والمسابقة على الإبل والمسابقة على الأقدام، وكذلك أيضا المسابقة بالمصارعة. المصارعة يعني أيهما يقوى يصرع الآخر، وتسمى المغالبة. وفي هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالمباريات الرياضية، المسابقة فيها والمغالبة. القصد منها أصلا التمرن على القوة، على قوة السير وعلى سرعة الجري، فيمرن الفرس على سرعة الجري أيهما أسرع وأيهما أكثر جريا، وكذلك يمرن البعير على سرعة السير وعلى قوته. وكذلك أيضا هو إذا سابق على قدميه يتمرن ويكتسب قوة ورياضة بدنية، وكذلك إذا تسابقوا بالرمي
أيهم يصيب الهدف. إذا نصبوا هدفا ثم أخذوا يرمونه بالسهام، قديما كان الرمي بالسهام التي تجعل في القوس، والآن بالرصاص المعروف، والحكم واحد. فإذا نصبوا هدفا من أصابه فله كذا. في هذه الحال يصح ويكون له العوض، وذلك ليتدرب. وفي التدرب قوة، تقوية البدن على الطلب وعلى الهرب، وكذلك التقوية على إصابة الهدف، حتى إذا تقابل مع العدو وإذا هو قد عرف كيفية الرمي واستطاع أن يصيب من يرميه من العدو ولا يصاب، فمثل هذا جائز وفيه منفعة. وقد تكلم عليه العلماء قديما، ولعلكم قرأتم بعضكم كتاب الفروسية لابن القيم، فإنه تكلم فيه على هذه المسابقات وعلى الخيل وركوب الخيل وما أشبهها، والجري عليها وركوب الإبل والمسابقة بالرمي وما أشبه ذلك. يقول: وهي ثلاثة أنواع، نوع يجوز بعوض وبغير عوض، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق على الخيل، وكانت الخيل قسمين، قسم مضمرة وقسم غير مضمرة. فالمضمرة جعل لها 12 ميل، الميل قريب من كيلوين إلى ربع، وغير المضمرة ميل واحد، وذلك لأن المضمرة خفيفة، خفيفة قوية وخفيفة، التضمير أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت فقويت عضلاتها واكتسبت شحما ضمروها، قطعوا عنها العلف، قطعوا عنها العلف 3 أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن جرمها قوي، ثم علفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع بقدرها، فإذا سعت وإذا هي خفيفة وقوية فلا يهمها ولو سعت نصف يوم. هذه المضمرة. أما العادية فإنها غير مضمرة، ويجعل للسابق عوض، أيكم سبق فله 100 أو 1000 على هذه الخيل، كذلك المسابقة على الإبل، وتسمى النجائب. النجيب هي الذلول المذللة، المسابقة عليها أيضا يصح بعوض، من سبق بعيره أو جمله أو ناقته فله 100، وللثاني مثلا 50، وللثالث 40، وهكذا. كذلك السهام يعني الرمي، من أصاب الهدف أصابه بوسط فله 100، ثم الثاني كذلك له 50، وهكذا. هذه مسابقة نافعة لأن فيها تدرب على الكر والفر والرمي. النوع الثاني يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، جميع المغالبات بغير 3 من الكرة، يعني المسابقة على الأقدام، المسابقة على السيارات أو على الدراجات نارية أو عادية مثلا، أو على مثلوا بالسفن، السفن البحرية، المسابقة عليها أيضا جائزة ولكن بدون عوض، يتسابقون لأجل التمرن بدون أن يكون فيه عوض. أما المغالبة بالنرد والشطرنج فإنها محرمة لأنها من الملاهي وهي من القمار، مغالبة أهل اللعب بما يسمى بالبلوت أو ما أشبهه، من غلب فله كذا، هذه محرمة
لأنها عوض على حرام. وكذلك الشطرنج اللعبة المعروفة التي هي آلة له. ذكروا أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبهها بالأصنام. ومع ذلك وللأسف يكب عليها كثير ويقطعون عليها ليلهم. وكذلك جميع المغالبات هذه بما يسمى بالآلات التي يلعبون بها حتى السلهم وأشبه ذلك. أما المغالبة بالمباريات الكروية اللعب هذا، فإذا كان العوض اللعب لأجل التدرب فيمكن أنه يباح فيه العوض من باب التشجيع. النوع الثالث، يعني عرفنا أن النوع الثالث المحرم النرد والشطرنج، أصبحت ثلاثة. نوع فيه عوض، الخيل والسهام والإبل، ونوع بلا عوض، المسابقة على الأقدام وعلى السفن وعلى السيارات وما أشبهها. ونوع محرم النرد والشطرنج وآلة اللعب. أورد الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الفرق بين السبق والسبق: السبق هو المسابقة وتسمى السباق، والسبق هو العوض، المال الذي يدفع للسابق يسمى سبق، أي لا عوض إلا في مسابقة على خف يعني الإبل، أو حافر يعني الخيل، أو نصل يعني السهام الرمي. أما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، يعني إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على الأقدام على السيارات وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر. ذكر بعد ذلك باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، على مال الغير، عبر بمال وإن كان يدخل فيه المختص كما تقدم في اللقطة. يعني لا يجوز أن يغتصب كلب الصيد ولا جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ من صاحبه الذي اختص به. يعم ذلك غصب المنقول وغصب غير المنقول. فغصب المنقول أن يغصب إنسانا ويأخذ منه دراهمه قهرا أو سيارته قهرا مثلا. وغصب غير المنقول أن يأتيه وهو في أرضه أو في بيته فيخرجه ويقول: لا أرض لك، لا بيت لك، أخرج، أخرج عفشك. هذا غصب. ولو مثلا أنه ما دخلها، لو جاء ظالم من الظلمة وقال لهذا صاحب هذا المنزل: أخرج من البيت وإلا قتلتك، خاف من البيت وخرج وخلاه وترك مفاتيحه فيه، يسمى هذا غاصبا ولو أنه ما استلمه ولو أنه ما دخله. فالغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. لماذا قالوا بغير حق؟ لأن هناك استيلاء بحق وهو الاستيلاء على مال اليتيم. الاستيلاء على مال الغير بحق كوكيل على مال اليتيم هذا بحق، وكذلك على مال المهلس كما تقدم استيلاء بحق. أما بغير حق فإنه محرم. ويعم ذلك الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. شبر، هذا الحديث متفق عليه. ذكر في سببه أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة يقال لها أروى بأنه أخذ من أرضها، فعند ذلك ترافعوا إلى عمر أو إلى عثمان
فقال أنا آخذ من أرضها وقد سمعت ما سمعت. ماذا سمعت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من الأرض أو أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فعند ذلك أعفوه من البينة وقالوا لم تظلم. وهي التي دعا عليها بقولها اللهم أطل عمرها وأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأصابتها دعوة سعيد. يقول الغاصب ماذا يلزمه؟ يلزمه رده، ما تتم توبته إلا برد المغصوب على صاحبه ولو غنم أضعافه. لو تصرف فيه فإنه يرده ولو غنم عليه أضعاف قيمته. فلو مثلا غصب خشب وأصلحه أبوابا وغنم عليه قيمته مرتين، نقول هذه الأعيان ملك المغصوب فردها عليه ولو أصلحتها ما تحل لك. ولو مثلا غصب جلدا مدبوغا ثم إنه خرزه قربة أو جرابا أو عكة تعب عليه، يلزمه رده، رد عينه ولو خسر عليه ولا شيء له. غصب أرضا ثم إنه حفر فيها وغرس فيها وبنى فيها وتعب فيها، ما تبرأ ذمته إلا بردها، وله عين ماله. انقل بناءك، اهدم جدرانك وحيطانك، اقلع شجرك، لك ما لك عين مالك، شجرك الذي سقيته اقلعه واترك الأرض وردها على صاحبها. هذا يلزمه ولو غرم أضعافه. وعليه نفقته أجرته مدة مقامه بيده. إذا غصب شاة فلا يتركها تموت، ينفق عليها. فإذا حلبها فعليه قيمة اللبن. وكذلك إذا غصب شيئا له أجرة، غصب دارا ولم يسكنها فيلزم بأجرتها مدة بقائها بيده. إذا غصب مثلا سيارة ولكنه أوقفها يلزم بأجرتها مدة بقائها عنده ولو لم يستعملها، وذلك لأنه فوت منفعتها على صاحبها وأجرتها مدة بقائها بيده. إذا تلفت يضمنها. إذا ماتت الشاة عنده مثلا أو فسدت الخضار، اغتصب منه خضارا وتركها حتى فسدت أو فواكه، يضمنها لصاحبها. فإذا زاد يلزمه رد الزيادة. فإذا غصب شاة ولدت شاة يردها وولدها مثلا، وإذا أخذ جزتها يردها وقيمة الجزة مثلا. إذا غصب أرضا فغرس أو بنى فلربه قلعه، صاحب الأرض يلزمه ويقول اقلع شجرك، اهدم بناءك. ويستدلون بالحديث ليس لعرق ظالم حق، يعني هذا العرق الذي عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض ليس له حق في التملك، ليس لعرق ظالم حق. من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. مثلا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب، أنت شريك له، تعتبر أنت غاصب. أو مثلا اشتريت الأمة المغصوبة، حرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. أو مثلا زوجك هذه الأمة التي غصبها، حرام عليك أن تتزوجها وأنت تعلم أنها مغصوبة لأنها ليست ملكه. أو مثلا جاء من هو أقوى منه وغصبه، فكل منهما ظالم، الغاصب من الغاصب، أو ما أشبه ذلك. وهكذا تصرفاته، تصرفات الغاصب باطلة التي لها أحكام، فبيعه باطل
لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل. إذا أجر الأرض المغصوبة أو البيت المغصوبة مثلا السيارة المغصوبة، كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له. بعده العارية والوديعة، نأخذها قبل الصلاة لقصرها. العارية إباحة مال لمن ينتفع به ولا يملكه، وهي مستحبة لأنها من التعاون على البر والتقوى. إذا طلبك أخوك أن تعيره كتاباً يطالع فيه عارية ثم يرده عليك، لك أجر، أو قدراً يطبخ فيه، أو مثلاً فراشاً ليفرشه ثم يرده، أو خيمة ينزل فيها يوماً ثم يردها عارية، أو سيارة مثلاً يذهب عليها ثم يرجع يوماً أو نصف يوم عارية. هذه منفعة، ولكنها مضمونة، مضمونة، لأن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا للقتال في غزوة حنين، فقال صفوان قبل أن يسلم: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. عارية، الدروع هي التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح، فجعلها عارية وذكر أنها مضمونة مستحبة في المعروف، لأن ذلك من التعاون على الخير، كل معروف صدقة. ولو مثلا أنها نقصت قيمتها، لو لبس الثوب في أيام حفل ونقصت قيمتها فلك أجر حيث أعارته هذا، أو نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه، أو السيارة التي ركبها، أو البعير الذي حمل عليه، أو ما أشبه ذلك. إذا شرط ضمانها ضمنها. والصحيح أن الأصل في ضمانها إلا إذا أسقطه. إذا قال: إن تلفت فلا حرج عليك، إن تلف البعير ومات تحتك فلا تضمن، إن خربت السيارة واحتاجت إلى إصلاح فلا إثم عليك، يضمنها إن تعدى أو فرط، وإلا فلا. إن تعدى أو فرط، أو يعني شرط ضمانها أو نحو ذلك. إذا تعدى مثلا، ذكرنا التعدي هو أن يحملها ما لا تطيق مثلا، أو يعرضها للتلف، والتفريط أن يهملها، أهملها بلا علف فماتت، أو أهملها مثلا بدون وقود فخربت الماكنة، بدون زيت أو نحوه، يضمنها وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. الوديعة أمانة، أمانة عند المودع، فيحفظها في حرز مثلها، فإن فرط أو تعدى ضمن، وإلا فلا. نكتفي بهذا. ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.